ولذلك قال القديس أثناسيوس الرسولي: كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أن يخلق لكي يهلك. وقال القديس بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس، تيموثاوس الأولى 2:4: إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا ربنا عايز الكل يخلص. وفي حزقيال إصحاح 18 آية 23 بيقول ربنا: هل مسرة أسر بموت الشرير، يقول السيد الرب، إلا برجوعه عن طريقه فيحيا؟ يعني ربنا عايز الجميع يخلصون ولا يسر أبدا بموت الخاطئ، إنما يسر برجوعه. وداود النبي بيقول لربنا: أية منفعة في دمي إذا هبطت إلى الجحيم؟ هل يعترف لك التراب يا رب، أو يخبر التراب بحقك؟ ما دام أنت يا رب تريد إن الجميع يخلصون، فلماذا لم تعمل من أجل خلاص الجميع؟ أنا أعرف تماما إنك صلبت من أجل خلاص الناس، وأنت قلت إن ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك. ولكن مع ذلك هناك كثيرون لم يخلصوا، وكثيرون يضيعون كل يوم، وكثيرون يهلكون. وانت نفسك قلت: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وكتير ما بيتوبوش وبيهلكوا. فما موقفك يا رب من كل هؤلاء؟ لماذا تترك الشيطان يرتفع وتتسع مملكته؟ لماذا قلت في سفر الرؤيا إنه يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم؟ لماذا قلت إنه في أواخر الأيام لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد؟ ولماذا قيل في سفر الرؤيا إصحاح 20 إن الشيطان عندما يحل من سجنه يخرج لكي يضل الأمم؟ لماذا يا رب أولادك في كل يوم يتساقطون؟ ولماذا قيل عن الخطية إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء؟ لماذا يا رب كسر الذين يحزنونني؟ لماذا كثيرون قاموا علي؟ لماذا يقولون ليس له خلاص بإله؟ لماذا يصرخ المصلي في كل يوم ويقول: اللهم التفت إلى معونتي، يا رب اسرع وأعني؟ لماذا يقول في الطريق التي أسلك: أخفوا لي فخا، تأملت عن يمين وأبصرت ولم يكن من يعرفني؟ لماذا؟ أنا يا رب أتلمس إرادتك، ولكني لا أعرف الطريق جملة وتفصيلا. ولذلك في كل يوم أقول مع المرتل في المزامير: عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، علمني أن أصنع مشيئتك، روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة. أقول أيضا: اهدني إلى طريقك.